معانا كمان من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد من بوسطن دكتور إسلام حسين الباحث المتخصص في علم الفيروسات. مش عارفة جاهز معانا ولا تمام؟ سامعني أنا دكتور سامع إسلام؟ حضرتك، أهلا أهلا وسهلا بسيادتك، سامع حضرتك، أهلا بيك. أهلا بيك. هستأذن دكتور أيمن أبتدي مع حضرتك. دكتور إسلام، يعني تصريح مدير منظمة الصحة العالمية والفيروس الجديد، ممكن تكلمنا عن رؤيتك أو هل في أي تفاصيل أو أخبار متعلقة بالموضوع ده؟ هو متهيألي حضرتك بتتكلمي عن محورين. المحور الأول هو التطورات الجديدة في فيروس كورونا اللي هو المسبب للوباء الحالي كوفيد 19. في تحورات ظهرت وما زالت بتظهر تحورات جديدة، لكن أهمهم في الوقت الحالي هو التحور دلتا. ده أهم حاجة وأكثر حاجة منتشرة دلوقتي في العالم كله، وبدأ يظهر منه كمان متحورات فرعية، لكن لحد دلوقتي الصورة مش واضحة قوي بالنسبة للتحورات الفرعية دي. أهم حاجة بالنسبة لنا هو دلتا، إنه سريع الانتشار. تمام؟ المحور الثاني اللي هو كان التحذير بتاع مدير منظمة الصحة العالمية كان عن يعني تصورات مستقبلية لفيروسات أخرى قد تظهر في المستقبل وتسبب أوبئة عالمية أخرى. يعني أنا آسف إن أنا بقول لحضرتك، بقول للسادة المشاهدين الأخبار السيئة، إنه كورونا مش هيكون الوباء الأخير اللي هتواجهه البشرية. إحنا يعني في صراع مستمر مع الفيروسات على مدى تاريخ البشرية، وكورونا كان أحد العلامات الهامة في التاريخ ده، مع بين الصراع بيننا كبشر وبين الميكروبات. الصراع ده مستمر، والأسباب اللي بتخلي الأوبئة تظهر ما زالت موجودة، وفي حاجات نقدر نستعد لها وفي حاجات مستحيل طب يعني إنما في حاجات هي مش إيه بإيدينا. الأسباب صحيح يعني؟ هو في حاجتين، حاجة من ناحية الفيروسات وحاجة من ناحيتنا احنا كبشر. من ناحية الفيروسات، طبيعتها البيولوجي بتاع الفيروسات اللي هو التطور والتحور المستمر. الفيروسات دي وهي بتنسخ المادة الوراثية بتاعتها بيحصل فيها طفرات كتير، فده بيعمل حالة من التنوع الشديد، اللي ممكن من ضمن التنوع ده يكون منه نماذج قادرة على انها تصيب البشر. فده من ناحية الفيروس. من ناحيتنا احنا كبشر، سلوكنا كبشر ممكن يسهل فرصة ان احنا من ضمن التنوع الرهيب اللي موجود في عالم الفيروسات ده، ان احنا نقابل الفيروس الصح اللي معاه المفتاح اللي يقدر من خلاله يفتح الباب بتاع الخلايا البشريه ويقدر يعمل لنا عدوى. زي ايه السلوك بتاع البشر؟ زي مثلا انه احنا بنقتحم الحياه البريه بشكل مستمر ودائم، يا اما عن طريق ان احنا نروح مثلا في مكان ونبني مدينه جديده ونشيل الاشجار ونحول المكان ده لمدينه، او ان احنا بنقترب من الحياه البريه عن طريق ان احنا بنستهلك بعض انواع الحيوانات كغذاء. الموضوع ده مثلا مرتبط بثقافه في الصين. اوكي، فاحنا اللي بنروح نقرب من الحيوانات البريه اللي هي قادره على التعايش مع انواع من الفيروسات كثيره جدا لم نعهدها قبل كده كبشر، فاحنا اللي بنروح لهم لحد عندهم. النقطه الثانيه ان احنا كبشر بقى التحرك بتاعنا سهل. فحضرتك ممكن تركبي طياره دلوقتي وبعد 10 ساعات تكوني في قاره ثانيه. فبقى سهل، سهوله الانتقال لينا كبشر خلت الموضوع ينتشر بطريقة أسهل. فإحنا يعني طول الوقت معرضين إنه يحصل فيه حاجات جديدة. وحضرتك ممكن كمان تضيفي التغيرات المناخية. التغيرات المناخية ممكن تخلي بعض النواقل الفيروسية زي أنواع الحشرات مثلا ممكن ما كانتش متواجدة في مكان ما بسبب إنه المناخ ما كانش مناسب، فمع التغيرات المناخية تبدأ تتواجد في مكان ما كانتش موجودة فيه قبل كده، وتبدأ تنشر مرض ما كانش موجود قبل كده. طيب، فهناك يعني تفضل. لا يعني انا مش عارفه دي ملاحظه في محلها او لا، لكن البعض شايف الفيروسات طول عمرها موجوده، بل هل هي وفقا للتغيرات والعوامل اللي حضرتك طرحتها اصبحت اكثر قوه، شراسه، ضراوه، مقاومه؟ هل ابحاث دراسات عندنا ما احناش سابقين او ماشيين معاها بالتوازي، هي سابقانا بخطوات فبالتالي من هنا ممكن يكون صعب السيطره عليها؟ هو احنا حضرتك بنتعامل مع الحادثه بعد ما تحصل، لانه قدرتنا على التوقع ايه هو الفيروس اللي هيعمل الكارثه اللي جايه ضعيفه جدا. يعني عندنا ادوات العلماء بيستخدموها بس بيركزوا على حاجات معينه. يعني اغلبيه التركيز في الابحاث كان على فيروسات الانفلونزا، كانت مرشحه بقوه انها تسبب وباء عالمي.
وكورونا ما كانش عليه اهتمام كبير. دلوقتي كورونا طلع على الساحة فالناس هتبدأ تهتم بكورونا. تمام. لكن ممكن الفيروس المسبب للوباء القادم بعد الشر يعني ممكن يكون لا انفلونزا ولا كورونا، ممكن يكون حاجة تانية من الحاجات اللي احنا نعرفها دلوقتي او حاجة جديدة خالص. هو انا عايز بس اقول لحضرتك معلومة انه عدد الفيروسات اللي احنا نعرفها كبشر قليل جدا. يعني احنا كل انواع الفيروسات اللي موجودة عندنا في الكتب حوالي مثلا 3000 نوع، لكن على وجه الكرة الأرضية في حوالي 1.8 مليون نوع من أنواع الكائنات الحية. كل نوع من ده عنده أنواع الفيروسات اللي بتصيب. فإحنا مقدار المعرفة بتاعتنا مقارنة بالمجهول، يعني إحنا نعرف البسيط جدا، فالمجهول كتير بالنسبة لنا.